يوم باستعراض ما يذكره السادة النواب وباستعراض حتى الوزارة نفسها لملف الكهرباء، لا ننكر أن هنالك مشكلة حقيقية بكل ملفات الكهرباء ابتداء من الإنتاج ونقص الإنتاج. اليوم ستي أنا أتحدث عن سقف إنتاج وعدت به الوزارة أن تحقق هذا الصيف، قبالة الصيف الماضي أن تزيد 3000 ميجاوات عما حققته بالصيف الماضي. وكنا نتحدث عن أرقام قابلة للتحقق اللي هي 27000 ميجاوات هذا الصيف، مما يعني زيادة 3000 ميجاوات على الصيف الماضي. وهذه الزيادة تحققت، واليوم بالتحديد 15/7 المنظومة تسجل أرقام غير مسبوقة. يوم حمل المنظومة 27344 ميجاوات، زيادة عما تحقق بالعام الماضي. وبالتالي حتى مع وصول 27 اليوم العراق يحتاج إلى 48500 ميجاوات حتى يغطي عموم العراق، مما يعني أن النقص كبير والحاجة تصل إلى 20000 ميجاوات ما بين الإنتاج المتحقق والحمل المطلوب. هذا مشكلة حقيقية اليوم في قطاع الإنتاج. إذا أريد أشغل كل المحافظات كل العراق بتجهيز كامل يراد 48000، واللي واصل له أنا 27000 بلحاظ. ستي العزيزة ست آية، لا عندي محطة واقفة اليوم، ولا عندي وحدة توليدية واقفة، ولا عندي محطة متوقفة، ولا عندي محطة صيانتها متلكئة. اليوم جميع محطاتنا سواء كانت أحكي على قطاع الإنتاج، محطاتنا البخارية، محطاتنا الغازية، محطاتنا الكهرومائية، وحداتنا التوليد اللي كانت صيانتها غير كفوءة، وحداتنا التوليدية اللي كانت خارج العمل، اليوم جميع محطاتنا بالعمل. وهذه هي طاقة المنظومة. اليوم أقصى ما أقدر أوصل له اليوم أنا واصل له، لكن الحمل المطلوب يفوق قدرة المحطات، باعتبار أنه اليوم العراق يحتاج إلى إنشاء محطات. يوم يحتاج لمحطات حرارية، ويحتاج لمحطات دورة مركبة، ويحتاج لمشاريع محطات شمسية، ويراد لأكمل مشاريع الربط الكهربائي. هذه مشاريع من شأنها أن تزيد الطاقة حد أقدر أسد الطلب، وهذه المشاريع اليوم ماضية لكن تحتاج لسقوف زمنية. المشكلة بقطاع الإنتاج حقيقية. بقطاع النقل أيضا كان هنالك مشكلة، اللي هي تعرض المنظومة إلى الانطفاءات التامة بعموم العراق. هذا كنا نشوفه كل صيف، هذا الصيف ما تحقق. هذا الصيف حاولنا أن نعبر هذه الأزمة نتيجة العمل الكبير على توسعة خطوط النقل وشبكات المحطات التحويلية وإضافة محولات القدرة، اللي قدرنا نمنع وقوع الانطفاء التام للمنظومة. بقطاع التوزيع شخصنا أن هنالك أحمال متزايدة، محطات عفوا مناطق عشوائية، مناطق زراعية فصخت وأصبحت سكنية، انشطارات وتغيير جنس عقار، أحمال إضافية، السوق الغير مسيطر عليه ودخول الأجهزة من دون مواصفة الكهرباء أحمال إضافية، إنشاء المدن السكنية والمجمعات السكنية ومن دون إشعار وزارة الكهرباء أحمال إضافية. بصريح العبارة ست آية، بلحاظ الأرقام اللي سجلتها المنظومة بالعام الماضي، كان العراق يحتاج بالعام الماضي 15/7/2023 29000، اليوم 15/7/24 العراق يحتاج 48000. بسنة واحدة زاد حجم الاستهلاك ما يقارب 20000 ميجاوات. طيب يا سيد وبالتالي أحمد. هو هذا ما طيب سيد أحمد اليوم كيف أنا أريد أوحي أنه المشكلة حقيقية موجودة. نعم هذا المشكلة موجودة بقطاع الإنتاج موجودة والنقل موجودة، ولكن اليوم كيف والتوزيع. كيف